اتوقع ان المهرجان بيكون ناجح، ويعني انا من امس مبرز روحي تمارين وكذي، لان اشوف الهدايا بحصيها كامله. انا تعب على روحي ونايم من وقت، ممكن 9 ساعات نايم عشان هالهدايا اليوم. يا غالب ما في غالب مغلوب، شايل وماشي. طبعا لقى انا مع لاعب نجمة النويدرات السابق حسن الفرساني، ايش رايك في هذا المهرجان؟ والله التنظيم بعدنا ما شفناه، بس هاي فكرة وايد حلوة، بس المفروض نتمنى يجوا ناس كبار من عمرنا واكبر مننا. يعني مثل من؟ مثل من الاشخاص اللي يعني مثل عبد الهادي اللوتي، ابراهيم اللوتي، عبد النبي اللوتي، ومؤسس الفريق من عبد الجليل المفروض حسن عبد الجليل المفروض يكون موجود. يعني يعني هذول الكبار المفروض احنا تمنيت ان الجليل جاي، يعني جاي مو على ان صغار بيجون. زين وش تتمناها مستقبلا؟ يعني مستقبلا بس ان شاء الله افضل، تكون الافضل يعني ان شاء الله. وانت يعني حبيت هذه المشاركه؟ والله حلوه المشاركه. وش الأسباب اللي خلتك أنك تكون من أول المشاركين؟ تشجيع من الشباب التصرفي، إيه؟ وطرشوا لنا صور الأولي القديمة وجي. يعني عشان تعيش الذكرى. إيه. طبعا في مهرجانات سابقة كانت بس طالت غيابها، وش الأسباب؟ أولا عزوف بعض الإداريين وانشغالهم بأعمالهم، انا اتوقع هاي في الدرجه الاولى. طبعا ابو علي انت دائما تحب تشارك في لعبات الاكل، لو ما في لعبات اكل راح تشارك؟ طبعا اكيد راح اشارك، بس اذا وجد الماء بطلت يمهم. يعني انت جاي تعيد امجاد ابوك صح؟ صح. طبعا ما قال لك ابوك عن المهرجانات السابقه؟ عادل زين من شيء ثلاثه. طبعا انت ما لحقت على ابوك انه كان يلعب وما حضرت ايامه، صراحه كان نجم. انت ايش رايك؟ ما ادري يا ابو انت ايش رايك بفكره المهرجان؟ زين الفكره. زين تحب تقول شيء عن المهرجان؟ تحب تشكر الاداره؟ تحب توجه؟ في عندك ملاحظات؟ ما عندي ملاحظات. محمد صالح قال على الكرسي. الحين جاي انت تشارك؟ نعم. ابوك كان يعرف ولا لا؟ ما ادري. ليش ما قلت له؟ انت تعرف ان ابوك كان نجم في فريق النجم، مع فريق النجم. نعم صح. انزين وليش ما خبرته؟ نايم. نايم المفروض تقول له انت ما خبرته، المفروض كنت تخبره صح؟ صح. زين انت بتشارك ولا بتلعب الكراسي؟ شارك. بس انت اهلاوي؟ ايه. ها مو نجماوي؟ مو نجماوي؟ لا. تحب تلعب فريق النجم ولا لا؟ نعم. زين المفروض تقول نجماوي. ابوك كان صراحه هداف ومتى يمتاز بضربات الراس. انت بعد مثله والله. شلون مثله؟ ها مثله. ايه بس عاد خبر ابوك يقول لك ابراهيم حيدر زعلان منك لانك ما حضرت المهرجان. ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. اهلا حيا الله ابو احمد، وعطني وجهه نظرك في المهرجان. الحين وجهه نظري في المهرجان زين، كل شيء الحمد لله تمام. واتمنى يعني اتمنى انه يكون مره ثانيه مره ثالثه ونعيد ايام الماضي. زين اعتقد كان في مهرجانات تقام سابقا بس طال غيابها، انت يعني ابي اعرف شنو الاسباب؟ والاسباب بالنسبه الى الاداره، اداره الملعب، ما ادري وش الاسباب اللي فيها. يعني نقدر نقول عزوف ممكن الاجيال السابقه، اللاعبين القدامى اللي شاركوا فريق النجمة، هاي احد الاسباب؟ يمكن هاي واحد من الاسباب. شنو الرساله اللي تتوجهها لهم؟ اوجهها ان يعيدون النظر في هذا الموضوع، يعيدون المهرجان القديم، ونتمنى من الكبار يعني كبار الملعب ان يحيون هذه الالعاب. في بالك بعض الأسماء؟ بالي مثل عبد الهادي اللوتي، عباس جمعة، حسن محمد حسن، إبراهيم حيدر. أنا أكون موجود ونتمنى أنك يتواجدون. عبد النبي اللوتي. أعتقد نسيت واحد مؤسس الفريق، أبو حسن ما ينسى. حسن عبد الجليل هذا اللي ما ينسى، هذا ما ينسى الفريق ما ينسى. ونتمنى أن الحضور يعني نتمنى أن تكون عندك جعفر. جعفر جمعة شافيه إن شاء الله. مصطفى قلنا له الصبح بعد بس ما أدري يعني. ونتمنى أن ينعاد كل سنة.
ان شاء الله ان شاء الله. في رساله تحب توجهها للقائمين على الله يعطيهم القوه والصحه والعافيه، واتمنى منهم يعني ان هاي المبادره اللي كانت كل سنه تصير. وانت طبعا راح تشارك في بعض الالعاب ان شاء الله اول الله، بس نسال لكم وراح تفوز يعني برشلونه يفوز. والنعم الله يعطيك العافيه حبيبي. النجم الكبير كان في يلعب في نادي النويدرات الاخ ابراهيم ناصر ابو خليل، يا هلا. طبعا انت وش الاسباب اللي خلتك هني تحضر اليوم في هذا المهرجان؟ والله بصراحه يعني انا احب اشارك في المهرجانات، يعني مو لاول مره انا اشترك في المهرجان، سابقا اشترك في المهرجانات في النادي. انا اعرف ان انت دائما تشارك، يعني في رغبة معينة أو تحب تشارك أنت أفراح القرية؟ لا أنا أحب أشارك أطرحها وأفراحها، ويعني من كذي أنا لما دعاني عباس أنا رحبت. يعني أنت ترحب بإقامة المهرجان أكثر من مرة في السنة؟ أي نعم أي نعم، أي مناسبة تصير في هذه المهرجانات أنا أحب أشارك يعني. طبعا أنت أول مرة تشارك؟ لا إحنا القديمين في الملعب. يعني شارك في المهرجانات السابقة؟ واجد شاركنا. تتذكر آخر مهرجان متى أقيم؟ ما أتذكر، بس تقريبا قبل 15. يعني أعتقد كنت صغير أنت. أي يعني كان عمرك كم تقريبا؟ يعني من المشاهدين يعني 10 سنوات 12 سنة 15. إنزين أنت ما تلاحظ أن عزوف نجوم النجمة فريق النجمة الكبار سامحة نجوم فريق النجمة الكبار مثل عبد الهادي اللوتي، إبراهيم اللوتي، مصطفى اللوتي، عبد الجليل أبو حسن مؤسس الفريق، عندك حسن محمد حسن، جعفر جمعة، عباس جمعة، يعني المفروض كانوا يحضرون. أبو نور لا هم إليهم تواجدات يعني في بعض الدورات واسماءهم تكفي يعني، حتى لو كانوا غابين بس كنت ذكرت اسماءهم. إيه انا اقول لك لا احنا نتمنى ان يكون يشاركون ان شاء الله. انت تحب توجه لهم رساله؟ وبما ان بما انا اوجه رساله الى عباس جمعه، بس مجرد لفت على ايدك اليمين الا اكو عباس جمعه طالعه اكو اشوف، فمن المتواجدين حي الله عبد الله الملقب بحرين قول بحرين. طبعا عبد الله من الأشخاص اللي دائما يبادرون في المشاركات والمهرجان في الألعاب في القرية، يعني شو الأسباب؟ أسباب خليك دائما تشارك. هاي أشياء اجتماعية، الإنسان إذا ما يكون اجتماعي ما يعرف أطباع الناس، لازم الناس تتواصل مع الناس عشان المحبة تكثر بين الناس، وهي كلهم المهرجانات اللي تقوم لو تحسها كلها أهل تجمعنا على الخير، نتمنى هاي تتكرر أكثر من مرة في السنة إن شاء الله. تحب تقول شيء يعني معين اللي تناشد اهل القريه الكبار الصغار بالمشاركه؟ والله يا حمد لا تفيهن كبار السن مشاركين، حتى يعني الصغير الشجاع اذا جاب الكبير ابوه ولده وولد ولده يشجعون الصغار، هذه بادر حليو يعني نشجع الواحد انه يساهم في هذا. تحب توجه رساله الى اعضاء المنظمه للمهرجان نشكرهم على هذا المجهود، ونتمنى ان شاء الله ان تكون مهرجانات اكثر من مره في السنه عشان الاجتماعات تتواصل وتكون مهرجانات حلوه تجمعنا على الخير والمحبه ان شاء الله. نرحب بك يا ابو حسن. مرحبا بكم جميعا. زين ايش اللي خلاك، ايش الاسباب اللي خلاك يعني تشارك هنا في المهرجان؟ والله الشباب شجعوني واتصلوا لي ارجن تعال بعد، واحب اشارك الجماعه يعني انا. انت طبعا كان لك جولات وصولات في هالملعب هنا فريق الغربي النجمه، قصدنا احنا النجمه الاصل النجمه هو نجمه غرب النويدرات. غرب النويدرات نعم طبعا. انزين انت ما تلاحظ ان فيه بعض اللاعبين اللي كانوا موجودين نجوم الفريق مو موجودين؟ ادعوهم يجون بسرعه بعد يشاركون. ابو حيدر من زمان ينتظرها يشاركون الايام الجايه ان شاء الله. مثل مهدي حبيب ود عمك ومحمد مهدي حبيب شايب، محمد جعفر وعبد الرضا الله يرحمه، وين جليل ومصطفى الشباب دولين اللي كانوا يلعبون. اي انا جعفر مدن رحت. زين وتحب توجه رساله الى الاعضاء اللجنه المنظمه للمهرجان؟ اشكرهم على ذلك وادعو التطور اكثر ان شاء الله. يعطيك الف عافيه ابو حسن. عافيك حبيبي. نرحب طبعا عباس جمعه غني عن التعريف، نجم من نجوم فريق نجمه النويدرات.
كان له باع طويل في الملاعب وكان يتمتع بمهارات والتهديف وله صولات وجولات في دورات اللي شارك فيها فريق نجمة النويدرات. طبعا نرحب بالأخ العزيز الغالي علينا طبعا عباس أبو عبد الله حبيبي أبو محمد. في حب تقول كلمة بمناسبة هذه المهرجان؟ والله احنا نتمنى كنا نشوف الكبار اللي أسسوا لهذا المهرجان اللي هو عبد الهادي وحسن محمد حسن هم مؤسسين هذا المهرجان. للأسف أنا جاي حسبالي بشوفهم ما شفتهم. زين في بعض نجوم في نجوم بعد مؤسس الفريق طبعا ماكو مو لحظه هو المفروض هالعتب منهم هم على ان دعوهم ما جاوا او انهم يدرون ما جاوا بس هم الشباب هذا عمل حلو يعني يشكرون عليه. بس هذه يقيم المهرجان يعني قبل كم سنه تتذكرها؟ اي سنه؟ والله هو كان في البدايه كيف انا شفته في الثمانينات تقريبا اربع اعتقد 86 في مدرسه ادرس المصور وهاوشتكم عليه انه ما كنت في الاول كنت اقول لكم تشاركون في مهرجان يسوون المهرجان وانا مو موجود. صحيح. رحب بالنجم الحراسه كان خير خلف الى اخوه مهدي جمعه اللاعب الحارس المتالق حسين جمعه وعلي جاسم خاطر. ابو علي تحب شو اللي خلاك الاسباب انك تحضر لهذا المهرجان؟ ارجع لماضي كان في الاول يعني كنت مشارك في هذا الملعب مرة ثانية وحبيت اجي اشارك الحين يعني بس انت ما تلاحظ ان يعني فريق النجمة اعضائه بعضهم مو موجودين كبار؟ الاحظ ان بعضهم مو موجودين يعني يمكن ان ما كان عندهم علم يعني ممكن يعني بس اعتقد ان الرسالة وصلت لهم كامل. انت ايش رايك يعني يمكن اسباب شيء ما خلتهم يحضرون؟ والله ما ادري يجوز يعني الامور يعني ثمانية بس ثمانية الامور ممكن نكون مشغولين بس انت يعني. كنت تتمناها من يكون مشاركين؟ اتمناهم ولهذا انا جيت يعني. انزين الحين انت راح تشارك ان شاء الله مرة ثانية. اشوف في المجال ادخل واشارك يعني. تحب توجه رسالة تحب توجه رسالة الى اعضاء اللجنة المنظمة؟ والله هم مقصرين يعني اشوف ندعوني وقالوا لي تعالوا جيت انا يعني هم ما قصروا يعني فاتمنى يعني ان ما جوا يعني يكون بعد بلغونهم يمكن ما بلغوهم يعني. تحب تشكرهم؟ والله اشكرهم على البرنامج هذا يعني وان شاء الله السنين الجايه يتطور اكثر واكثر ان شاء الله يعني. يعطيك الف عافيه ابو علي. عافيكم ان شاء الله. نتشرف. احمد مرهون يلا يا تحب تقول كلمه بمناسبه هذا المهرجان؟ اي والله يعني صراحه مثل هذا المكان يجمعنا فيه ذكريات مثلكم استاذي مثل ابراهيم اللوتي مصطفى اللوتي وجماعه كثيره كثيره صراحه شفناها واحنا صغار يا ليت يعني علقت نديك الزمان يرجع شوي لو منه وهذا اليوم يوم كريم نحن صراحه نتلاقى يعني ويا الجماعه هنا. شاركت في بعض المهرجانات سابقا صح؟ بلى شاركت. تتذكر اي سنه؟ 93 اتذكر سنه وقبل بعد هذا اللي انا اتذكره اللي شاركت فيه كان في 93 في الثمانينات كان في مهرجانات حضرناه واحنا كنا صغار. وانت كنت صغير فزت فزت بجائزه كانت مقراض مقراض وزين حق تقرير نظافه. انت ما تلاحظ ان اعضاء فريق النجمه الكبار مو موجودين؟ انا لا اشوف ان في كم واحد علقته من الجماعه موجودين واتمنى حيمتونا يعني على الساعه 9 وحاجه انهم ان شاء الله بعد يتوافدون علينا ونلعب وياهم ونستانس بعد. زين تحب توجه كلمة إلى أعضاء اللجنة المنظمة مهرجان؟ أقول لهم بارك الله فيكم ورحم الله والديكم على أنكم جمعتونا على هالتجمع الطيب. بس أخوك عباس مو موجود. عباس يمكن على الدوام. يلا يعطيك العافية. يا حبيبي. تحب تقول شيء؟ قول أبي ألعب. بلعب. أحمد تحب تقول كلمة بمناسبة هذا المهرجان؟ والله مهرجان جميل هذا ونشجع عليه بالنسبة للأطفال الديرة كلها تتلايم هنا يتجمعون موجودين يكون يعني مناسبة حلوة تكون الناس فيها متجمعة نشوف الأهل نشوف الأقرباء اللي ما شفناه نتلاقى وياه. بس وين نجوم النجمة الكبار؟ اي والله النجمة الكبار اكو موجود. كنت اتمناهم يكونوا موجودين. اي والله بعد ناقصين ما في الا ابو عبد الله. امثال من عندك؟ عباس خاتم،
وش اسمه ابراهيم اللوتي، جليل، ابو حسن، كنا مصطفى، علي كاظم، المفروض نتمنى ان يكون موجودين هنا. يعني زين، تحب تقول كلمه الى اعضاء اللجنه المنظمه بهذه المناسبه؟ ابراهيم، علي كاظم هو اللي مخطط الملعب البارحه، وين هو مسكين ما شفناه. نتمنى من هاللجنه ان تعيد هاي الكره ان شاء الله، موفقين ان شاء الله، ونتمنى منهم التوفيق ان شاء الله. هني طبعا في فريق النجمه، وكان يعلق وكان يكتب اشعار في فريق النجمه. انت تحب ليش ابوك، ايش الاسباب اللي خلته ما يجي؟ يعني ما يدري؟ يلا. لا يدري الوالد، بس انا امثل الحين العيله. خلاص انت تمثل العيله. ايوه، وعلى الاشعار بعد نكتب لكم شعر. زين، انت ما تلاحظ ان النجوم الكبار اللي في النجمه سمعت عنهم قبل؟ زين، يعني كنت تتمناهم يحضرون؟ اكيد، يعني الملعب يحتاج انه يكون فيه ناس من الكبار يتواجدون في مثل هالفعاليات. لكن الحين الجيل مو نفس ذاك الجيل، وفي اختلافات، في ناس صاروا متواجدين ويانا حاليا، في ناس مو متواجدين ظروفهم الخاصه. علي محمد خاطر، تحب تقول كلمه الى اعضاء اللجنه المنظمه بهذه المناسبه؟ والله انا احب اشكرهم على اجتهادهم حق التجميع اللي قاعد يصير ما بين اداره الملعب القديمه والاداره الجديده والملاعب الثانيه، اللي جمعونا في هالمكان بهالصورة الحلوة اللي قاعد نشوفها الحين، كبار وصغار، آباء وأجداد قاعدين يتواجدون معنا في الملعب. زين، احنا راح تشارك في بعض الالعاب ان شاء الله، قاعد ننتظر فرصتنا نشوف. احنا توقع تفوز؟ والله كل واحد يطمح للفوز، لو ما اتمنى يفوز ما جيت هني. موفق ان شاء الله وياكم اجمعين. عن هني، وش الاسباب اللي خلت تحضر اليوم المهرجان؟ اولا نشكر اداره ملعب نادي او ملعب النجمه او ملعب الغربي في القريه على هذه البادره الخيره. هذه يعني مبادره جيده للتالف الاجتماعي والرياضي في القريه، نشكرها يعني على هاي البادره، وان شاء الله نتمنى لهم زود يعني في المبادرات والفعاليات ان شاء الله الاجتماعيه. أعتقد فيه كان أقيمت مهرجانات سابقة، شاركت فيها؟ لا والله، هذا أول مرة يعني أكون حاضر في هذا المهرجان. قبل أسبوعين بعد قامت إدارة جمعية نويدات الخيرية بعد بادرة بمهرجان رياضي للأطفال والمعاقين في يوم الطفل، ونتمنى المزيد من هذه المبادرات الخيرة إن شاء الله. زين، تحب توجه كلمة إلى أعضاء اللجنة المنظمة؟ أشكرهم وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق، وأتمنى لهم إن شاء الله المزيد من الفعاليات في القرية. هاي التآلف الاجتماعي مطلوب للقرية، وهي الفعاليات هي تقوي التآلف الاجتماعي. راح تشارك طبعا؟ والله أنا قاعد وانتظر دوري، لحد الآن ما حد طلبني. تتوقع تفوز يعني بهالشكل؟ أتوقع. زين، لو مثلا شاركت مع أخوانك عباس وجاسم وفازوا عليك؟ لا ما يفوزون يا ما يفوزون ابو محمد، لا ما يفوزون، ما عليك بدات جاسم، لا تخاف من الساكت، يعني انت تصقرهم الذئاب 100%. يعطيك العافيه. الله يعافيك ابو محمد، موفقين. لعبت انت في فريق النجمه؟ بلدياتنا. نعم، وبكل فخر. الى حارس واحد. نعم. كم سنه تقريبا؟ من صغري. من نعومة أظافري. زين، شاركت في دوراتي؟ لا للأسف. زين، شاركت في مهرجان السابقة اللي قلت هنا؟ نعم شاركت. فزت فيها ولا لا؟ ما أتذكر. ما فزت يعني؟ ما أتذكر إني فزت. بس زين، تتذكر أي مهرجان، أول مهرجان أقيم سنة كم؟ يلا الاكبر بالاكبر في الثمانينات. الثمانينات. اي نعم. اي طبعا انهاوشتم لانني كنت في مصر ادرس وهاوشتم. عباس مع بعض. اي نعم. حبيبي، يعني ما تلاحظ ان الفتره طويله من المهرجان اخر مهرجان اقيم لها لغايه اليوم مو فتره طويله واجد؟ حسن فرسان هو اول مهرجان في الثمانينات، بس في مهرجان اقيم في بدايه التسعينات، 92 او 91 بعد، يعني نقول 24 سنه طويله. اي نعم، المده طويله واجد. اي نعم، مده طويلة. ما تلاحظ انت الحين هني اعضاء فريق النجمة الكبار مو موجودين؟
يلا شباب. اي نعم. اي نعم. انا اول ما جيت الى المهرجان كنت متشوق اني اشوف رجالات النجمه السابقين، يعني امثال ابراهيم حيدر موجود شفته، بس في رجالات ثانيه غايبه ما كانت موجوده، مثل ابراهيم اللوتي، مصطفى اللوتي، عبد الهادي اللوتي، ابراهيم حسين، مؤسس الفريق طبعا عبد الجليل ابو حسن، نعم، جعفر جمعه، هذا اللي تمنيت اني اشوفهم والتقي بهم. نعم، هاي الرجالات، محمد عبد الوهاب، تمنيت اشوفهم، ابو حسين بعد اخوه، فحسيت اني كاني اكبر واحد في المكان. في تحب توجه رساله الى الاعضاء اللجنه المنظمه؟ طبعا اوجه لهم رساله، اقول لهم استمروا، طبعا الرجالات اللي راحوا اعطوكم الامانه وانتم تواصلون، وهي الامانه اللي عندكم راح توصلونها ايضا للاجيال اللي انتم الحين قاعد تشاركون وياهم، فاحرصوا على توصيل الامانه بشكل صحيح لكي تستمر هذه الامانه. بتشارك طبعا، تتوقع تفوز؟ ما ادري اني اشارك لو انا من جيت قعدت هنا، بس ما ادري، انا اعتقد ان ريال مدريد ما يفوزون، ايش رايك؟ انا ما اقول اني بيفوز ريال مدريد، بس اتمنى يفوز ان شاء الله. يعطيك العافية. الله يعافيك إن شاء الله.